كان جدول كاس مصر امبارح كان الكلام على ان مباراه الاهلي وبيراميدز هتكون في نص شهر 8 يوم 16 او 17 او 18 بشكل نهائي. بشكل نهائي مباراه الاهلي وبيراميدز بقت يوم 17/8. يعني انت دلوقتي عندك تحديات هامه قوي 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 قبل ما تخش في بطوله الدوري. بطوله الدوري يوم 19، قبلها بقى عندك ايه؟ ماتشين بتوع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في مستهل المشوار الافريقي، بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد، وسطهم هيتخللهم بطولة كاس مصر او بالتحديد مباراة بيراميدز في دور ال 16 من هذه البطولة. بطولة كاس مصر ان شاء الله هتكون يوم 17، وبعد كده ترجع بعد مباراة العودة مع فريق اطلع بره تلاعب او تكمل بطولة كاس مصر اللي المفروض ان شاء الله باذن الله تخلص اول شهر 9 بالتحديد يوم 5/9، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في الفوز بهذه التحديات اللي بتتمثل بايه؟ اولا ان انت خلاص تعدي الدور التمهيدي، وده ان شاء الله باذن الله امر يعني طبيعي، وان شاء الله ان الفريق يكون موفق ويعدي هذا الدور تتاهل لدور ال 32، بعد كده باذن الله باذن الله تصعد لدور الثمانيه تكمل كاس مصر تخلصه باذن الله تفوز بيه. كمان هيبقى عندك التحدي الاخير قبل انطلاق بطوله الدوري، وهو الفوز بالسوبر المحلي من خلال مواجهه نادي الزمالك يوم 18 سبتمبر. طبعا الجدول الخاص بمباريات كأس مصر دور ال 16 ودور ال 8 وقبل النهائي كمان لموسم 2018-2019، الاهلي وبيراميدز يوم 17/8 هيلاعب الفائز باذن الله ان شاء الله يكون النادي الاهلي الفائز بمباراه الاهلي وبيراميدز، هيلاعب حرس الحدود يوم 28/8 على استاد الجيش ايضا ببرج العرب، يوم 28/8 ايضا مباراه الزمالك ومصر المقاصه في دور ال 8، وبعدين عندك مباريات نصف النهائي هتكون من خلال المتاهل من دور ال 8 اللي هيواجه فريق الاتحاد، وايضا يعني الاهلي باذن الله وتاهل هو اللي هيلاعب الاتحاد، والزمالك او مصر المقاصه اللي هتاهل منهم هيلاعب بترو جيت في دور نصف النهائي، وبعد كده مباراه نهائيه ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يكون طرف في هذه المباراة. ده الجدول الخاص بكاس مصر. بالتالي الاستعدادات قوية بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.